مشاهدي الكرام، اهلا ومرحبا بكم في ندوه رياضيه جديده لهذا العام. طبعا بنهايه العام 2015 دائما وابدا يكون هناك جرده حساب بين قوسين بموضوع سواء كان الرياضه او اي شيء اخر. رياضه اللاذقيه بين الواقع والطموح، عام 2015 كان مليء بالمشاركات والفعاليات الرياضيه في محافظه اللاذقيه ومن خلال اللاعبين على مستوى جيد وعلى مستوى القطر كان هناك مراكز متقدمه وميداليات و أيضا جوائز كبيرة بالنسبة للاعبين محافظة اللاذقية. عن هذا الموضوع وعن عام 2015 بكل رياضاته وألعابه، اسمحوا لي أن أستضيف في هذه الندوة الرياضية الأستاذ مصطفى محمد، رئيس فرق الاتحاد الرياضي باللاذقية. أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا فيك بتلفزيون أوغريت وتلفزيوناتنا الوطنية كلها والإعلام الوطني اللي دائما عم يواكب أحداثنا الرياضية وغير الرياضية. أهلا وسهلا فيك. أنا دائما وأبدا يا جماعة بنبسط بعد يكون الأستاذ مصطفى لأنه دائما يسترسل كثير بالحكي وما احلاه يعني. لا انا كمان بدي اشكرك انك اعترفت لنا انه رياضتنا متقدمه يعني. تمام الحمد لله الحمد لله. على كل حال يعني مشاهدي الاعزاء، دائما وابدا يجب ان يكون هناك تسليط للضوء على اي شيء يرحل، يعني هناك 2015 سيكون هناك مجموعه من الالعاب التي يجب ان يسلط الضوء عليها، لكن ب 2016 هناك طموح اكبر وفي هناك ايضا يجب ان يكون هناك رزنامة استقرار كل ما يتعلق بالرياضه السوريه. على كل حال مباشره استاذ مصطفى، العام الماضي كان هناك مؤتمر قال فيه حرفيا اللواء موفق جمعه بانه اللاذقيه هي العاصمه الثانيه للرياضه السوريه ب 2015، كيف ترجم ذلك؟ اول شغله شكرا لك المرة الثانية انك ابديت ووضحت للمشاهد ولدائما انت يا استاذ احمد هيك انت ومعظم اعلامينا، ولو انه نحن قلنا عتب على بعض الاعلاميين اللي دائما بيحاولوا يخفوا الحقائق من خلال علاقات شخصية، ونحن بنتمنى كلياتنا انه نترفع عن المسألة انه نقيم الامور بحقيقتها وبواقع يعني. وعلى كل حال في سؤال قادم بالنسبة للإعلام الرياضي، أنا جاهز ما في مشكلة، رح نبحر فيه أكثر. نحن على مسافة واحدة من كافة الإعلاميين يعني، بس بدنا كمان الإعلاميين يكونوا على مسافة واحدة من الجميع طبعا أكيد، ويفصلوا العلاقة الشخصية عن العلاقة عن علاقة العمل. نحن كعمل فرع اتحاد رياضي على 2015 مر عاما على انتخابنا كقيادة فرع وانتخاب مجالس إدارات الأندية. طبعا لاحظنا نحن من خلال العام انه تم تغيير في بعض الادارات، استقالت ادارات، ترممت ادارات، بقي عندنا بالحاله المستقره فقط تنظيميا هي اللجان الفنيه. اضافه لذلك انه اللجان الفنيه كان فيها بعض الثغرات من خلال ترميمات، لكن نحن منتظرين كنا انتهاء اعمال المؤتمرات السنويه سنقوم بترميم ببعض الادارات واللجان الفنيه. طبعا نحن راح نقول للي ما قدر يواكب يعطيك العافية، وللي قدر يواكب بدنا الأفضل، ونستمزج رأي رؤساء الأندية المستمرين ورؤساء اللجان الفنية اللي بتستمر معنا للمرحلة القادمة بتعديل بعض الأسماء، لأنه نحن تنظيميا وديمقراطيا تعاملنا مع جهازنا بمنتهى الشفافية والوضوح. نحن بمجالس الإدارات جبنا رئيس النادي اللي هو حابب يكون، وهو اللي اختار أعضاء إدارته بالكامل دون تدخل لا من عندنا ولا من عند غيرنا. وانا على الهواء مباشره هلا انا مسؤول عن هذا الكلام للمسائله امام كافه القيادات يعني. طبعا هو دائما وابدا استاذ مصطفى يجب ان يكون هناك تسليط ضوء على السلبيات والايجابيات، ليس كل بالتاكيد اي انسان بيعمل في يعني سلبيات وفي يعني ايجابيات يعني، لكن بالنسبه للواقع نحن الحاله الديمقراطيه اللي صارت ما بتنتج الانتخابات يعني، لانه احيانا ممكن بالانتخابات يكون في حاله بتمر مع غير مرغوب بالعمل مع او غير قادر على العمل، لكن له شعبيه خاصه ممكن هو ينجح. لكن نحن لما نعطينا اسنادنا المهمه لرئيس مجلس الاداره او رئيس اللجنه، وانت اختار اعضاء لجنتك او ادارتك اللي بدها تشتغل معك، انت بتروح بتحطهم بالاسم، بالاخير بيطلع معك حدا، فهي صارت مسؤوليتك يعني. صحيح، هي النقطه كثير انا حبيت اوضح عليها، لانه نحن عم نشتغل من خلال هذا الواقع يعني. بيجيك رئيس مجلس بيقول لك يا اخي انا اخترته لهذا طلع بالاخير مش ولا بد مثلا، طيب يعني نحن
عم نروح لأبعد من الديمقراطية المطلوبة، يعني من أبعد ديمقراطية الانتخابات. حتى موضوع إسناد المسؤولية لأي شخص آخر، يعني خلص أسندت المسؤولية لشخص بجوز يطلع يعني قده وبجوز ما يطلع، يعني بتعرف يعني هذا الواقع نحن بدنا نحكي فيه، لأنه هذا إذا بدنا نحكي فيه ونتعمق فيه هذا بده حلقة لحاله، يعني إذا ما حلقات يعني ما في مشكلة. لكن أنه انتقلنا إلى مرحلة بالنسبة للحالة التنظيمية، بتفرع عن الحالة التنظيمية اللي هي المجالس الإدارات، اللجان الفنية اللي حكينا عنها، الصغرات، ترميم اللي راح يباشر اعتبارا من الاسبوع القادم. عنا ننتهي بموضوع المؤتمرات. المؤتمرات كانت على قدم وساق بكافة مفاصل المنظمة على مستوى المحافظات، فبلشنا بالإدارات الأندية ومن ثم اللجان الفنية ومن ثم كان مؤتمرات الفروع، وحاليا اليوم عم بيتم بدمشق مؤتمرات اتحادات الألعاب اللي هن بيمثلوا المجالس التشريعية للعبة المختصة. يعني هلا حكيت استاذ مصطفى على موضوع التنظيم بشكل جيد وبشكل يعني مشروع، ده بيقولوا انه دائما وابدا الجمهور الرياضي بده يعرف مسألة الالعاب. خلينا نبدا يعني موضوع ان الالعاب اللي كانت ب 2015 هي كانت فعلا واجهة حقيقية بالنسبة لرياضة اللاذقية من خلال المراكز المتقدمة، سواء كان على مستوى الجمباز أو حتى على مستوى الطائرة، حتى الرياضات الخاصة يعني أيضا المصارعة الألعاب الرياضية يعني. للأسف يعني نحن جمهور الرياضة ونحن منهم، يمكن أنه دائما منحط اللعبة الشعبية الأولى اللي هي كرة القدم هي الأساس، ومن ثم بعدين تجي الألعاب الشعبية الأخرى، السلة والطائرة. شوي منفكر أنه القدم هي رياضة الرياضة كلها، لا هي ما الرياضة كلها، ولو انه نحن بنتمنى بنتمتع فيها اكثر وبنسجم معها اكثر وبنحقق رغباتنا اكثر، وهي واجهه الانديه عندنا يعني، وفي عندنا مشاكل فيها كانت كثير يعني، الى حد ما تجاوزنا في هذا العام من خلال ترميم بفرق الرجال، من خلال التاكيد على مدربي الفرق. لكن في بعض الانديه لا ما قدرنا نتجاوز، رجعنا على نفس المطب، لانه انا من داخل الانديه هن عم يشتغلوا بواقع الفريق عكس الاتجاه صريح العباره يعني، وهذا شيء معيب بحق اي نادي بيكون يعني. هلا نحن بالنهايه نختلف بالراي يعني. سؤال استاذ مصطفى قبل ما تكمل، يعني دائما نحن موضوع الارقام في دول الغرب او حتى في يعني بيكون العالم دائما موضوع الرقم هو اساس باي عمليه تطويريه. يا ترى برايك يعني الجمهور الرياضي هو بيؤمن موضوع الارقام؟ يعني مثلا الاتحاد الرياضي في اللاذقية هو يدعم الرياضات في اللاذقية وحصل على 350 ميدالية مثلا، نعم. في عندك فكرة انه مؤمن بهالارقام، موضوع الارقام، ولا بس بده كرة القدم فقط؟ لا هلا اكيد يعني انت في كمان باقي الالعاب الى جماهيريتها والى وجودها، صح. ما في شيء بيماثل كرة القدم، بتروح لاي انسان، هي جمهور كرة القدم هو جمهور كل المجتمع بشكل عام يعني، هو ما هو جمهور له. اما الالعاب الثانية بيكون الى جمهورها الخاص، نعم. يعني كرة المضرب إلى جمهورها الخاص، كرة السلة إلى جمهورها الخاص، كرة الطائرة إلى جمهورها الخاص، المصارعة إلى جمهورها الخاص، طبعا أكيد. لكن لما بيجتمعوا الكل مع بعضهم بشكلوا جمهور رياضي، وهذا الجمهور الرياضي حتى اللي بيمارس رياضة المصارعة والكاراتيه والملاكمة أستاذ أحمد بتشوفه بيشجع كمان القدم وبيحبه. صحيح صحيح. القصد هنا يعني ثقافة الإحصائيين، يعني ثقافة الإحصائيين دائما بتشوف مثلا، هلا لنفرض مثال، يعني أنا بدي أعطيك مثال على موضوع إنه موضوع الجمهور كرة القدم في العالم، قديش نسبة الحضور في مباراة معينة؟ هناك أرقام وحقائق، مثلا لنفرض بروسيا دورتموند في فريق ألماني، نسبة الحضور 80,000 متفرج. هذه موضوع الإحصائية كيف ممكن يسقطها على الجمهورنا السوري؟ إنه يا جماعة في أرقام حقائق، يعني من والله السلبية دائما يسلط الضوء على السلبية، في إيجابيات. هلا إذا بدنا نسقطها نحن على الجمهور السوري، الجمهور السوري الدوري السوري قبل الحرب المجنونة التي تشن على سوريا منذ أكثر من 5 سنوات وهي صامدة بفضل جيشها وقيادته وقائدة وهذا الشعب العظيم الخلاق والولاد للرجال دائما، واللي عم يقدم الشهداء والجرحى، ورغم ذلك لا يكل ولا يمل في الدفاع عن تراب سوريا في أي ما ب185,000 كيلومتر في جيش وقوات ومقاومة شعبية عم تدافع عن التراب. رغم ذلك إلا أنه نحن خلينا نرجع منشوف أنه الدوري السوري عندنا كيف كان الرقم واحد على مستوى العربي والآسيوي بالحضور، بالمستوى الفني، بالنتائج. والدليل أنه أندية الجمهورية العربية السورية وصلت للنهائيات، يعني الكرامة، الاتحاد، الجيش، الوحدة. صحيح. حاليا الوحدة، الاتحاد أيضا، يعني حتى منتخباتنا اللي عم تواكب واللي عم
تنافس واللي عم تكون رغم كل شيء. علما بإني نحن محرومين من أي معسكر خارجي يعني. كرياضيين سوريين محرومين، كل الدول بتعتذر عن إقامة أي معسكر لأنه منتخب سوري نتيجة الظروف اللي نحن عايشين، ورغم ذلك عم يكون الرياضي السوري مثل ما عم يقاتل العسكري دفاع، كمان الرياضي عم يتدرب بأرضه بصالته بالمدرب الوطني، يعني بإمكانيات بالواقع يعني إمكانيات متوفرة من ضمن منظمة الاتحاد من القيادة السياسية والقيادة حسب الإمكان يعني تماما. لا 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 متوفر كل شيء يعني. انت عندك منتخب الرجال معسكر على مدار السنه، منتخب الاولمبي معسكر على مدار السنه، منتخب الشباب معسكر، منتخب الناشئين اللي راح على تشيلي صح وعسكر داخل القطر لتعذر استقباله من باقي البلدان لاقامه معسكرات واقامه مباريات تجريبيه. هلا على كل حال بعد قليل نحن بدنا نشوف بعض الصور يعني اللي شوي هيك يعني اعتقدناها بكل رياض اللاذقي، لكن اسمح لي انه معي اتصال على الهواء مباشرة من الكابتن محمد فتاحي، أيضا هو عضو لجنة كرة المضرب في محافظة اللاذقية. كابتن محمد كيفك؟ لا هو نائب رئيس اتحاد. نائب رئيس اتحاد. نائب رئيس اتحاد. كابتن محمد كيفك؟ أهلا وسهلا. أهلين، تحياتي لك، تحياتي للأستاذ مصطفى. أهلا وسهلا فيك كابتن محمد، أنت معروف أيضا بغض النظر عن موضوع الرياضي أنت إعلامي قبل يعني. كيف تشوف كيف يعني رياضة اللاذقية في عام 2015 وخاصة دور فرع اتحاد الرياضي باللاذقية؟ هلا انا بدي اقول لك شغله، انا لما في عملنا بانوراما صغيره بالمؤتمر الجديد اللي سويناه الاخير باللاذقيه، وبفكره من الاستاذ مصطفى مشكور جدا، اقترح فكره رائعه جدا انه نعمل بانوراما كامله عن نتائج هالسنه. فتفاجأت انه الانسان بحس بالقلق والفخر انه هالقلق والتالق برياضه اللاذقيه يعني من نتائج والنشاطات. طبعا ما بخفيك انه نحن اللاذقية رغم كل هالنتائج الحلوه اللي عملناها بالاولمبياد، نحن عندنا لاعبين رفدناهم لبقيه الهيئات، يعني لو اخذنا اللاعبين اللي كانوا بالهيئات اللي شاركوا بالاولمبياد حتما كنا طلعنا الاول. نعم. انا بدي اقول لك اياها طبعا، وما تنسى انه الانديه دائما عم ترفض لاعبين لخارج المحافظه، فاللاذقية دائما هي ولاده، وكله بيعود لاهتمام ومتابعة الأستاذ مصطفى. أنا يعني شهادتي فيه مجروحة لأنه هو متابع دائم لكافة النشاطات وبيعرف كل صغيرة وكبيرة، لأنه هو عاش كإداري بنادي تشرين وعاش بالرياضة كلها، فبيعرف كل صغيرة ومتابعها كلها. يعني كان عم يذلل كل الصعوبات من النشاطات المركزية والمحلية يعني. وأنا يعني شهادتي فيه مثل ما قلت لك مجروح عليه، لانه يعني هلا هو نسي انه نحن كمان بالجودو بالكاراتيه بالعاب القوى عملنا نتائج. انت ما تنسى كمان منتخب سوريا الكره الشاطئيه كله من اللاذقية اللي مثلنا برا سوريا. صحيح. ما تنسى الرياضات الخاصه اللي عطت نتائج رهيبه، يعني الكاراتيه. كره الطاوله انا عم حاول استجمع شوي افكار، لانه ويمكن انت انا يعني الي هو شوي هيك عملكم هيك قرصة صغيرة للإعلام، بس أنا ما تنسى أنا بشكر الإعلام، بشكر الإعلاميين الحقيقيين اللي عم يتابعوا كل صغيرة وكبيرة في الرياضة. أنا يعني بحس إنه نحن كلياتنا كتلة واحدة. طيب كابتن محمد، كابتن محمد على مستوى كرة المضرب يعني أنت بالعام 2015 يعني كيف شفت؟ يعني كرة المضرب أنا رح أقول لك إياها بصراحة، أنا على مستوى سوريا ولادي، أنا نائب رئيس اتحاد سوري للتنس. نعم أكيد. ما عضو لجنة فنية يعني. نائب رئيس هذا خطأ آسفين. ايه ولا يهمك ولا يهمك. نحن عنا أبطال من اللاذقية مثلوا سوريا بالأولمبياد وخارج الأولمبياد، يعني على مستوى الفرق على مستوى الرجال عنا لاعبين عم يشاركوا بمنتخب سوريا بالديفيس كاب، وعنا على مستوى الأولمبياد طلعوا نتائجهم كانت رائعة جداً، طلعوا المرتب الثاني والثالث بالزوجي والفردي. نحن عندنا بنات وشباب كلهم واعدين، انا بتصور العام القادم حيكون كمان للتنس له شأن كبير باللاذقية. يعني حتى موضوع كرة المضرب باللاذقية ايضا في هناك دعم من خلال فرع الاتحاد الرياضي باللاذقية، وحتى موضوع الاتحاد ما راح خص التنس يا اخي احمد. نعم. انا عم اقول لك بشكل عام استاذ مصطفى تجربتي معه رائعه بمهرجان حلوه يا بلدي، كان رجل متابع 90 يوم على كل النشاطات، واقمنا حتى المهرجان كان حلو، حتى المهرجان بوجودك انت كنت موجود، يعني عملنا 63-64 بطوله. هي مغاربه على الاستاذ مصطفى، انا يعني ما حابب كثير امدحه
لانه هو عمله مادحه ومتابع شغله وعطائه هو اللي عاطيه هذا الزخم. معناته وانت بلشت بكلمه انه سياده اللواء قال انه اللاذقيه هي العاصمه الثانيه للرياضه، يعني انا بتصوري ومنافسه قويه للاولى بالرياضه. على كل حال انا بدي اتشكرك جزيل الشكر الكابتن محمد فتاحي نائب رئيس اتحاد كره المضرب في سوريا. شكرا جزيلا لك كابتن محمد. حبيبي سلامي لك وسلامي للاستاذ مصطفى. شكرا لك. ايضا كان تسليط للضوء على موضوع مهرجانات يعني خلال 2015، طبعا هو المهرجان قديم يعني من سنتين، لكن ليش ما صار السنه يعني ب 2015؟ نحن انا مقسم كنت الاجابه استاذ احمد لثلاث جوانب، الجانب التنظيمي حكينا عنه تفضل، والجانب الفني اللي بيحكي عن قسمين، المشاركات المحليه والمشاركات الخارجيه. جيد. بالمشاركات المحليه طبعا كانت منتخبات اللاذقيه وبكافه الالعاب مشاركه واستقبلت اكثر من 25 بطوله في محافظه اللاذقيه، وشاركت باكثر من 15 منافسه بطوله، كل البطولات اللي تم دعوه عليها من خلال اتحادات الالعاب بالسويدة بدمشق بحلب باي محافظه. يعني شو صور هون استاذ مصطفى يعني على مشاركات للالعاب من رياضي الذي ذلك هي القرى فلاح اللي هو اخذ حائز بتايلاند على تقريبا الثالث على العالم يعني بالكاراتيه. نعم. عندك هي فاطمه ريا ايضا بطل اسيويه. نعم. عندك كثير من الابطال، يعني نحن اذا بدنا نعد الملاكمه اللي انتشرت انتشار سريع والفضل يعود لنشاط اللجنه الفنيه والمدربين. عندك استاذ بالكاراتيه، عندنا تقريبا اكاديميه بالكاراتيه نحن. صحيح. منتخب سوريا اللي راح من الاثنين اللي كانوا والبنت هن من اللاذقيه يعني. بالاخير شارك واحد من دمشق يعني. فاكثر من 60 ل 70% اللاعبين اللي بكافه بمعظم الالعاب عم يكونوا من مدينه اللاذقيه، وهذا دليل على انه حراك اللجان الفنيه وتدريباتها ومدربينا والكل، نحن بنعتمد على العامل المحلي. علما باني صالاتنا الى من قبل ال 87 على ما هي عليه، يعني لم يطرا اي تغيير. صحيح صحيح. لا بالتجهيزات ولا بالشكل، ونحن اليوم مشكور المكتب التنفيذي اللي وقع عقد مع جامعه تشرين لاعداد دراسه اعاده تاهيل وترميم منشأة الباسل الدولية. كان هناك مطالبات بمؤتمر الفرع أنه دائما يجب أن يكون هناك صالة داخل المدينة. أنا طالبت يعني أول شغلة باسم كافة كوادر الرياضة بمحافظة اللاذقية من السيد المحافظ اللي نحن بنوجه له الشكر اللي دائما عم يرعى كل نشاطاتنا، هو الرفيق دكتور أمير الفرع. نعم. والرفيق رئيس المكتب والرفيق اللواء رئيس الاتحاد الرياضي العام، انه نحن يامنوا لنا ارض داخل المدينه ولو بجانب الصاله بتحل مشاكل الانديه. هلا الارض جاهزه ولا في ارض جاهزه؟ اذا بده مجلس المدينه فيه، اذا بده مجلس المدينه فيه، واذا ما بده ما في. يعني هلا الكره بملعب مجلس المدينه؟ اكيد بملعبه اكيد، يعني نحن اهم من اي مستثمر بدهم يعطوا. طيب ما اجتمعتوا مع مجلس المدينه؟ يعني طبعا اجتمعنا نحن وطالبنا، وعندنا عضو مجلس مركزي مجلس المدينه، ومعظم تربطنا علاقات كويسه مع اعضاء المجلس المدينه، واكيد السيد المحافظ ما راح يقصر بهالمجال، يعني لانه هو وعد ودخل على المنشاه وشافها، كان جاي على المنشاه بدون ما يكون في مباريات او كذا، وشاف قال انا كيف بدي اعمل لاطور هالمنشاه. يعني هلا هي ثاني مره بيطالبوا بالمؤتمر الفرعي، يعني المؤتمر الفرعي العام سيدي الكريم معادله بسيطه صغيره بس، يعني من شان نحن لما بنحكي على ادارات الانديه، نحن انا من هون من هالمنبر هذا ومن على طول بحكي بتشكر كل من عمل في ادارات الانديه سابقا ولاحقا وسيعمل مستقبلا. نعم. لانه جندي مجهول بيكون، لانه واقع انديه اللاذقيه مشكله الرياضه باللاذقيه مشكله ماديه بحته. ما لنا مشكلة لحالة يعني فني، قد يجوز يكون بالواقع الفني شوي، لكن الخلل الرئيسي هو المادي. انت اليوم احسن نادي على مستوى المحافظة اللي هو على مستوى المدينة اللي هو نادي تشرين. نعم. دخله بالسنة 3,600,000 هي وارداته كلها، يعني عقد لاعب. لا ما في عقد لاعب. عقد لاعب خلال ابراهيم عالمي عقده 6 مليون ونص، يعني نص لاعب يعني. كمان يعني اليوم انت بدك تحسب كل ما بده يطلع فريق نادي من الانديه على المدينه ويرجعه بده يدفع 5000 ليرة، ضربه على 360 يوم وعد كم فريق بده يطلع. نعم. وبتشوف بيطلع معك الرقم اللي فوق الخيالي.
احنا مشكورة قيادتنا الرياضية وقيادتنا السياسية وقيادتنا التنفيذية اللي أمنت ريوع محلية للأندية ليبقى الحراك الرياضي والتنافس الرياضي والبطولات الرياضية مستمرة على مدار يعني مدارس. من ناحية الإنشائية أستاذ مصطفى، يعني ما في غير هالموضوع الصالة، بس حيركم الصالة يعني. إذا كان ضمن المدينة سيد الكريم أي لاعب بيجي بدون ما بده عملية نقل بيجي مشي، يعني هذا يعني أي واحد اثنين أنت اليوم بتوفر على الأندية الطلعات والنزلات أجار الميكرو، بصير بتدربوا فيها، بصير الدوري فيها، بصير الحضور الجماهيري، جمهور فعلا، بصير دخل جمهور، صحيح دخل للمباراة، دخل للطائرة، دخل للسلة، يعني بيساند اللي عم يجي كمان. هذه ما أنا حالة تم أنه القيادة إدارتنا التنفيذية اللي هي دائما تعطي، لازم الأندية بغى تأسس لإلى واقع، لكن أسست واقع بال 12 محافظة، لكن بال 14 لا. بس بصير في انتعاش حقيقي يعني بالنسبه لموضوع الرياضات، يعني بغض النظر عن الموضوع المادي، لكن انتعاش بكل شيء، بكل شيء. موضوع سيد الكريم اللي انت اليوم بين ما تطلع على المدينه 12 كيلومتر وبين ما تجي على هون ما في 500 متر، صحيح. عن اينو اذا حطيتها بمركز المدينه عن اينو حاره من احياء المدينه، يعني جنب الملعب، يعني تماما الملعب تماما يعني تماما الملعب. وعنا نحن عنا ارض اقتطعت البلديه واخذتها سويتها مرآب للمعدات الهندسيه تبعها من الملعب التدريبي اللي كان ورا الملعب السال. صحيح صحيح. يا اما يرجعوا لنا اياها هي، يا اما يعطونا المقابله بالجهه المقابله لإله، واللي هي غير نافعه، ما لتكون حديقه بجانب الملعب، هي نقطه صايره جانبيه يعني. ونوعدنا بس يعني على الوعد يكمل. هو على كل حال يعني ايضا مؤتمر الفرع السنوي اللي صار من حوالي اسبوعين ثلاثه كان في مداخلات يعني، وكان في مطالبات فعلا، لكن الاكثر يعني انه كان موضوع الصاله الرئيسيه، يا ريت ان شاء الله هي تنحل الامور اكيد. لكن بالواقع يعني اللواء موفق جمعة كيف رأى 2015 بالنسبة لريادة النادي؟ نحن بعد البطولات المركزية اللي صارت من خلال اللي أقيمت في محافظة اللاذقية واللي أقيمت من خلال المحافظات الأخرى بالسويدة ولا بدمشق ولا حتى بباقي المحافظات، كان ترتيب العام لمحافظة اللاذقية لا يتجاوز المركز الثاني يعني بالأولمبياد. نعم، ما هو الأولمبياد لحال ولا بنحكي عنه، على مستوى الألعاب كلها بمعظم الألعاب حالة نالت على المركز الأول، لكن لما بتجمع الكل أنت ضمن الثلاثة الأوائل على مستوى القطر. صحيح. صحيح. أنت عم تنافس هيئة الجيش، عم تنافس هيئة الشرطة، عم تنافس لهيئة الإدارة المحلية، هدول صاروا ثلاث محافظات انزادوا على 14، يعني صار عندنا 17 محافظة نحن. نعم. لأنه هدول أخذين لاعبين من عندك من كل الفئات، نادي المحافظه تحديدا يعني كل لا كل الهيئات من عندك، حتى من دمشق، حتى انديه دمشق اخذها، حتى على مستوى القدم سيدي الكريم، يعني لاعب الرجال عم يروح عم يترك نادي ويروح بحثاً عن العيش يعني، لكن الواقع يعني شوي لحد ما استقر بتشرين واستقر ببعض الشيء بحطين، الا انه رجع شوي هيك صار شوي منغصات من داخل النادي، هذا بيعجبه فلان، هذا ما بيعجبه فلان، ضربنا بعرض الحائط المهم على حساب النادي، على حساب جمهور النادي، ما حد عنده مشكله. نعم. تبحث بالمشكله من اين المشكله مختفيه، كله بيقول لك لا نحن مع مصلحه النادي، طيب معناتها وين اللي كان؟ هذا هو الفريق اللي قدم بدور تشرين؟ طيب ما بدنا هو الفريق اللي قدم بدور تشرين، نقول 50% من اللي قدموا بدور تشرين ما بيظهر بهالمستوى اللي كان ظهر، يعني مع العلم انه بلش ان شاء الله يطلع ويتعافى نحن ما بدنا انديتنا تكون مرتبطه باشخاص، صحيح، ولا بدنا مؤسساتنا تكون مرتبطه باشخاص، نحن بدنا اللاعب يكون مرتبط بالمؤسسه بالمنظمه. هلا دائما بيقولوا انه والله الازمه اثرت على كل شيء، يعني الحرب الكونيه على سوريا اثرت سيدي الكريم اثرت على البلد كلها، بس لكن في حياه وفي نشاط. نعم. انت اليوم قدرت تامن، معلش كان مستوى فرق ثلاثه بالدوري، مستوى انديه المحافظه الثلاثه تشرين وجبله وقطين، مستوى كتير قدموا مستوى طيب وكان كتير كويس يعني، ونال اعجاب الجميع. برايك الجمله الكبيره دائما بيقول انه الحرب الكونيه على سوريا اثرت على موضوع الرياضه، هي تحت في غطاء صراعات على الالعاب على أكيد أثرت. لا اكيد اثرت بموقع وما اثرت يعني بموقع أثرت، اما اثر نحن اثرنا على حالنا. نعم. طيب اليوم اذا تقدم لك المال وموجود العامل الفني وموجود اللاعبين، ليش النتائج السيئه لك؟ يعني انت كاعلامي عم تقرا امامك بالمستطيل الاخضر عم تشوفها للعبه وتحللها، هذا هو واقع نادي رجال حطين اللي كان بالدوره.
هلا اذا عملك اجار حطين يعني بدنا نحكي اكيد على اكيد لانه انت بدك تاخذ اعطيني ال 50. انا بعرف بقدر تماما نحن هذا يعني بنعرف الموضوع انه في صراعات يعني موضوع الدورات دائما المباريات الوديه لا تعكس المستوى الحقيقي للفرق، لكن بتاشر الى مؤشراتها الى ادراكاتها الى 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 نقاطها. هي تقام هذه المباراه لادراك نقاط الضعف بالفريق وتجاوزها واعاده بناء عليها. يعني هلا كرة القدم أنا بتبحر فيها أكثر، لكن هناك أسئلة دائما. طيب كرة السلة في محافظة اللادية هي دائما هلق موضوع القواعد والناشئين وناشئات مشكورين جدا جدا، يعني هذا تنشئة جيل جديد. المال يا لكن الرجال عن الرجال والسيدات المال يا أستاذ أحمد لعكتيك مفارقة صغيرة. نعم. لا محمد زيدان بحطي انتقل. نعم. من حطي إلى الكرامة بكرة السلة، نحن عم نحكي بكرة السلة. نعم بكرة السلة. كرة السلة طيب بحطين كان شهر، اذا اعطوه شهر بالسنه 10,000 ضمن امكانيات النادي. بتعرف لانه لعبه السله عندنا بالمحافظه ما فيها مدخول، ما فيها مدخول. وين النقطه اللي نحن عم نحكي عليها؟ انه ايجاد صاله متعدده الاغراض والالعاب ضمن المدينه بتامن ريوع ذاتيه للعبه. يعني جمهور السله ما نو قليل بمحافظه اللاذقيه ولا جمهور الطائرة، على الاقل بضل متابع كره السله يعني. تماما. نعم. يعني بتامن ريوع اللعبه، بتصير بتشيل بتساند النادي. النادي اليوم بيجي فرضا 10 مليون بالسنه بده يشيل فريق الرجال، وبتعرف انت ان لعبه محترفه والسله لعبه محترفه. نعم. طيب كان ياخذ شهر او شهرين، واذا اخذ على مدى 6 شهور بنادي حطين كان شو ياخذ 5,000 6,000 بالشهر. نعم. اليوم شو عم ياخذ بالكرامه استاذ؟ عقد جديد يعني 105,000 راتب بالشهر. 105,000 كيف بده يلعب عندك هذا؟ هيك بده يصير في انهيار يعني. هلا أكيد. هلا ما في كره سله، هذا واقع سله وقدم يا استاذ، هذا واقع. نعم. سله وقدم يعني على القدم شوي يعني، هذا واقع سله وقدم استاذ. معلش يعني استاذ احمد، هذا واقع لازم نحن كل العالم تعرفه. يعني ما بقى نحن نتلطى انه والله يا اداره الكذا هيك وهيك منكم، انتم دمرتوا انتم. ما الاداره، ما الاداره، في مشكله حقيقيه استاذ. انت اليوم كعامل اداري، العمل الاداري هاوي واللاعب القدم محترف، كيف صار؟ طيب برايك هذا الكلام بينطبق ايضا على كره الطائره في بلادي؟ لا الطائره، الطائرة هي مهد. لا 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 الطائره مشكله حقيقيه. الطائره لما انفقدت اللاذقيه الكورنيش القديم استاذ، والمسابح السابقه بلشت لعبه الطائره باللاذقيه تنهز. السبب كمان ما في ملاعب، ما في صالات، ما في ملاعب، يعني حتى اهل اللعبه عزفوا عنا كمان. يعني ما حدا بيشتغل ببلاش اليوم كله، مع انه كان مشهور بالمنافسه على صداره نادي الشيرين يعني، بس ما بقى في لا لا كره طائره ولا ما بيصير اصلا اللعبه يا سيدي الكريم. المحافظة دائما بنبحث وبنحكي ونقول ما بيصير اللعبه ترتبط بشخص. نعم. بس اللعبه ارتبطت بشخص انتهى. هذا الادراك مين لازم يدركه؟ الجمهور، ادارات الانديه، ادارات كل شيء يعني، ثقافه عامه. ما قادرين استاذ يشتغلوا عليها، انا بقول لك صراحه ما انا طيب قادر يشتغلوا عليها، لانها لعبه. شو العمل يعني؟ انا ما بدي اسمي فيها لانه نحن عم نحكي، بجوز اللي عم يسمعني اللي بجوز اللي عم يسمعني هلا بواقع هاللعبه. اكيد استاذ هلا انت قدور غير مدرب رجال تشرين لكره الطائره. نعم. قدور غير كاداره النادي، كم لاعب بيجي هلا؟ هو اكيد بدك تعطيني نوع من الحل استاذ مصطفى، انت رئيس فرقه الاتحاد الرياضي البلدي، لكن معي على الهاتف ايضا الزميل الاعلامي زياد زين العابدين، ايضا هو مراسل القناه الاخباريه السوريه بالرياضه وايضا مراسل الجريده الرياضيه في سوريا. اهلا زميل زياد، كيفك؟ اهلا حبيب القلب، اهلا وسهلا استاذ احمد، وتحياتنا لضيفك استاذ مصطفى، الانسان النشيط والميداني والله للامانه. اهلا وسهلا فيك زميل زياد، يعني انت ايضا من النشيطين. ايضا القناه الاخباريه ايضا كرمت في مؤتمر الفرع الاتحاد الرياضي السنوي، لكن انت كاعلامي يعني نظرتك انت كرياضات في محافظه اللاذقيه كيف بتشوفها؟ هلا بالبدايه يعني محافظه اللاذقيه انا برايي الشخصي مزدهره رياضيا، واكبر دليل نجاحها بالاولمبياد الخاص، الاولمبياد الخاص اللي بيضم كل الاولمبياد الوطني طبعا، اللي بيضم كل الالعاب، واللي اللاذقيه احرزت مركز متقدم بتوقع المركز الثاني على مستوى سوريا. صحيح. فوقت انت بتوصل للمركز الثاني على مستوى القطر فمعناته انت انسان رياضيا ناجح. هلا كنت عم بسمع اطراف الحديث وقت كان عم يحكي الاستاذ مصطفى على ادارات الانديه، انا عملت بادارات الانديه ويعني وحسيت المعاناه ومشكله الادارات الانديه، يعني الله يعينه للاستاذ مصطفى، كل كام يوم اداره جديده. للاسف الواقع الرياضي، نحن واقع الاشخاص اللي عم يكون مؤلم مو الواقع الرياضي،
الواقع الرياضي ناجح، واكبر دليل برجع بقول لك اشراقات فرديه عندنا على مستوى المحافظه ضاهت القطر ووصلت العربيه والعالميه، فهذا بيدلك انه في نجاح على مستوى الالعاب الفرديه، فالرياضه برايي بتكون مزدهره على مستوى الالعاب الفرديه، ولكن المشكله تكمن بالتجاذبات اللي بتكون لا. داخل الانديه وخارجها. كل إدارة بتدخل بيكون لها أعداء من برا. إسا ما بتشتغل قبل ما يطلع القرار. نعم. قبل ما يطلع القرار فقبل ما يطلع القرار بتبلش الوضع العصي بالعجلات، وكان الله في عونه يعني، وهو والله الكلام بالوجه مزمة، لكن للأمانة بدنا نحكي يعني كان الله في عونه مكتبه مفتوح هي للأمانة يعني. هلا هو على كل حال بكرة بيقولوا له والله زياد زين العابدين حكى الكلام هذا كونه هو كرم من قبل القناة الإخبارية. أنا بنقد بيعرف أستاذ مصطفى، أنا بنقد وبكتب وبحكي بس بدي أحكي رياضيا. هاي بدي أحكي للأستاذ مصطفى، تفضل يا أستاذ مصطفى. أنا أول شيء نحن كرمنا كمان مؤسسة بيشتغل فيها، لنا الشرف كنا نحن تكون حاضرة معنا اللي هي الإخبارية السورية ولا كان الرياضية جريدة رياضية اللي هو بيكتب فيهم اثنين أستاذ زياد. نعم. بالعكس يمكن زياد زي العابدين انظلم ككادر اداري رياضي كونه اعلامي يعني. الله يخليك. هذا انا واقع انا يعني انا بجوز لا انا كمان انا كرئيس فرق انا كرئيس فرق اتحاد رياضي يمكن نقم علي من بعض الاعلاميين لانه كان دخل على الاداره، وعلما باني لما دخل على الاداره ما انا اللي حطيته، قواعد النادي هي اللي اختارته. تمام. لكن عند البعض في فيتو انه ما بيصير يكون، ولانه هو كان بلشنا نهاجم الاداره قبل ما تولد. نحن اكيد بالتاكيد في عمل كان للاداره السابقه بنادي تشرين. نعم. مع احترامنا الشديد لهم، كمان نحن ما نطلب قال كي تطاع اطلب المستطاع. صحيح يعني. انا بدي اسال الزميل زياد، زميل زياد يعني مؤتمر الفرع السنوي اكيد كنت حاضر يعني من خلال المعطيات يعني كيف بتشوف رياض مشارك ايضا رياض الناديه مستقبلا راح 2015 و2016 كيف بتشوفها؟ والله انا المؤتمر اعتبرته بسمه يعني اللي كان هيك بتحسه اخوي واسره واحده، وقدرنا يعني نوصل الفكره الرياضيه اللي كانت شوي مثلا وهيدا وفكره الشريط اللي حكينا عنه هو فكره الاستاذ مصطفى يعني، ونحن بيعرف الاستاذ مصطفى دخلنا متاخرين ولكن الحمد لله وبراي الناس انه كان طبعا انا بدي اشكركم على الشريط يعني زميل زياد انت والكابتن محمد فتاحي فكره الاستاذ مصطفى وطرحها وانا فورا قلت له انا جاهز للعمل، اي شيء بيخدم مصلحه الوطن وبيخدم سوريا وبيظهر سوريا بشكلها الحقيقي اللي هي وقفت بوجه هالناس كلها نحن بنشتغل وشو ما يكون يكون. متفائل بال 2016 زميل زياد؟ انا الامانه متفائل بس بتمنى يعني نحن بنتمنى كعمل اعلاميين هلا حط ايده على الجرح الاستاذ مصطفى. نعم. يعني يا شباب صرنا 100 مره قايلين ابعدوا عن شخصنه الامور، ما لانه انا بكره زياد الاداره ما كويسه. نعم. ولا انه بحب زياد الاداره كويسه بتكون، يعني للاسف لك ليش هيك نحن هلا بواقع مرير، لازم الكل تتشابك الايادي، وانا عبر برنامجك بقول لهم يا شباب القلب مفتوح للكل، الناس مين ما كان عم يشتغل كل الناس خير وبركه. على كل حال ضل بسوريا هلا هو انسان وطني، فنحن هلا والله بعيدين عن المهاترات بقى عيب يعني. على كل حال انا بتشكرك جزيل الشكر الزميل الاعلامي زياد زين العابدين، شكرا جزيلا لك للمشاركه اليوم. شكرا لك وتحياتنا لضيفك. شكرا. كثير كان زياد عم يحكي على موضوع انه بنقلب محروق انه يا جماعه انه يجب الالتفاف على موضوع يعني كل الألعاب الرياضية في المحافظة هي ارتقت لمستوى جيد على الرغم من الخلافات من خلال عملنا أستاذ أحمد. نحن المعروف عني أنا وإن كان قيادة الفرق الاتحاد الرياضي على مستوى محافظة نحن نتقبل أي نقد ونقد بناء بإطار العمل الرياضي اللي بيساهم بتطوير اللعبة، ونحن سمعنا للكل. حتى أنا بالمؤتمر استأذنت السيد اللواء رئيس الاتحاد الرياضي العام مشكور على أنه يوجد في المؤتمر أعضاء ليس هم أعضاء أصلاء. نعم. أنه هن مشان يشاركوا بهموم الرياضيين وهن من مشجعي الرياضة بدهم يطرحوا، فكان مرحب للفكرة وأنه نحن أتركناهم. نعم. فصارت جلسة حوار أكثر ما هو مؤتمر يعني. نحن دائما عم نتعرض للانتقادات، ويمكن أنا مرة طلعت معك بحلقة وقلت لي شو بترد، قلت لك أنا ما برد. نعم. نحن ما منرد، نحن منشتغل. صحيح. الشغل هذا هالشغل والإنجازات اللي نحن عملناها هي اللي كفيلة إنه العالم تقريها، لكن عند البعض راضي يطمرة بصريح العبارة. يعني برأيك دور الإعلام
كان مساعد البعض شوي وليس الكل. لا 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 البعض لا انا انا على مسافه واحده في تطوير الرياضة. لا لا ابدا لا لا ابدا يعني على مستوى المؤتمر لم يغطى بالشكل اللي لازم يتغطى، علما بان المؤتمر رقم واحد على مستوى القطر وباعتراف القياده الرياضيه العليا. نعم بس كان حضور. في يعني كان في تغطيه اخباريه. لا لا في عالم متجاهلت تماما لان ما تكرمت. نعم حكيتها بالتم المليان، نحن ما راح نغطي، نحن ما كرمنا اعلاميين نكون صحيح. واضحين مؤسسات نحن كرمنا مؤسستين لم صح. يتم تكريمهم في العام الماضي صحيح. اثناء المؤتمر، فقال كان بناء على توجيه السيد اللواء انه نسلمهم الدروعه، ونحن كان الا الشرف انه يكون السيد اللواء رئيس الاتحاد الرياضي العام وهو يقدم هالدرعين للمؤسستين اللي كانوا اللي اشتغلوا. يعني نحن ما كرمنا الكل، وانا الاعلاميين تكرموا بفرع الاتحاد الرياضي اكثر من مؤتمر. نعم. نحن ما عم نقول يعني من منطق، بس لا يجوز انه انت ما تغطي عمل الاعلام يعني رياضي، عمل حدث رياضي كبير لانه والله انا ما تكرمت. هذا كلام مرفوض. لا يجوز. يعني معلش هذا مغاير للمهنه. نحن لو بدنا نسيره بتصور بتعمل يعني وجعت على كل حال. اتحاد كرة القدم الجديد في سوريا، طبعا احنا انتهينا من موضوع الالعاب سواء كان على مستوى الملاكمة او الكاراتيه او يعني كل انجازات كانت جيدة. انا بس في نقطة بدي احكي قبل ما نختم هذا الموضوع. موضوع الاولمبياد الناشئين. نعم. موضوع الاولمبياد الناشئين هو العمل الحقيقي كان واللي ترجم عمل واداء فرع الاتحاد الرياضي. نعم. من خلال اللجان الفنية انت بهذا العمل اعطيت للرياضة السورية بذور صالحة لأن تتطور وترفض المنتخبات الوطنية. نعم. أنت اليوم في معادلة صغيرة أستاذ أحمد، نحن ما بدنا نحكي لمجرد أنه نحن طلعنا الثاني، يعني نحن رقم قد يجوز تعرف أنت الرياضة بين الفوز والخسارة هذا في الرقم اللي عم نحكي عنه يعني جزء أقل من الثانية. نعم. جزء أقل من الثانية بحسب اللعبة ممكن تأخذ القرار بأقل من جزء من الثانية تربح وبالتالي انت تحقق النتيجه. لا انت بدك تقرا الالعاب مزبوط. اللعبه انت بالكاراتيه بمعظم الالعاب انت حاصل فيها على الذهب والفضه والبرونز. نعم. يعني بدليل انه في عمل، هذا العمل عمل دؤوب، هذا من خلال اللجان الفنيه والتدريب الصحيح لو وصلت انت لهنيك وحصلت على النتائج. نحن ما من فراغ او ما من ضربه حظ صحيح. اخذنا المركز الثاني. بعدين من الطبيعي نحن انه نكون ورا دمشق، دمشق العظيمه يعني صحيح. دمشق الفيحاء، دمشق الاسد يعني. هلا بالنسبه لانتخابات اتحاد كره القدم صار في اخذ ورد يعني، وخاصه موضوع الترشيحات اللي صدرت من اللاذقيه. دائما كان هناك هجوم على فرع الاتحاد الرياضي باللاذقيه انه هو السبب في موضوع الترشيحات. يعني يا ريت تحط الجمهور نحن مثل ماده بصورة. نحن مثل ماده الديانه استاذ، مرسبين وليس منجحين. منجحين نعم نعم دائما وابدا. نعم. انت بتروح بتقدم امتحان ماده الديانه لو نجحت ما محسوبه علامات. نعم. اما اذا كانت راسب فيها فبترسب مع ماده ثانيه. فلذلك انا دائما بشبه حالنا لما ماده الديانه بالامتحان، وذلك على طول العالم بتقيمنا. كل واحد عم يقيمنا بصريح العباره. نعم. وانا على الهواء يقيمنا من خلال هواه هو، ومن خلال مفاعيله هو، ومن خلال تصرفاته هو. نحن كقيادة فرع الاتحاد الرياضي لم ولن نسمح لأنفسنا بالتدخل في ترشيحات إدارات الأندية. جيد. ونحن أنا مسؤول عن هالكلمة. يجي واحد يعطيني أي في رؤساء أندية بقيت، وفي رؤساء أندية ما راحت ما بقى رؤساء أندية، وفي إدارات أندية بقيت. ما تدخلنا وهن اختاروا بأريحيتهم ومثل ما بدهم ومثل وفق معطياتهم. يعني انت بتعرف الحجم الحمله اللي كانت اقيمت يعني بمناسبه الترشيحات. يعني دائما هناك نجوم كبار سواء كان في محافظه اللاذقيه او برا اللاذقيه. يا سيدي الكريم يا سيدي الكريم يا سيدي الكريم بدك تسمح لي هون يعني فضل. وبدي اخرج عن صمتي للمره الاولى يعني فضل. بعد اذنك يعني وبعد اذن المشاهدين واللي عم يسمع. نحن جاهزين. نحن لاقول لك شغله، النجم من يكون موجودا في نادي ويعمل في نادي بكل الظروف. نعم. وبكل الأزمنة وبكل الأوقات. نعم. مو النجم أنه أنا كنت. نعم. يعني أنا لحد الآن دائما وأبدا ما بنسى قصة السلحفات والأرنب اللي درستها بالصف الثالث الابتدائي الرابع الابتدائي. جيد. أي دائما بذاكرتي وبذهني أنا. ولذلك أنا ما بقى نحكي بموضوع النجوم، النجم اللي بيكون موجود. الأندية أندية المحافظة دائما تنادي كافة أعضاءها، كله بيرفض بيروح بيقعد، بدهم الحالة النادي تكون فوق بالتوب
لحتى يجوا يشتغلوا على مرج أخضر. نعم. ما في شوك ولا في شيء وأنت تفضل يا فلان وتفضل. لا بس كان في ترشيح. ما كان في ترشيح. لا يا أستاذ أحمد اليوم النادي بيعترف. ما كان في ترشيح لمين؟ يعني كان هو في كان في ورقة ترشيح يعني للنجم يعني أنه أرسل ترشيح. طيب نحن وين جينا قلنا لإدارة نادي لترشح فلان؟ طلعت التعليمات الانتخابية الساعة 2 وصلت على الفاكس وزعناها الساعة 8 كان جاي ترشيح نادي حطي. شمن نقطع على الاجتماع للكابتن محمد كوسة عضو اتحاد كرة القدم في سوريا. أستاذ محمد كيفك؟ تحياتي أستاذ أحمد وتحياتي لضيفك الكريم الأستاذ مصطفى. وشكر كل شكر لحضرتك بقناة أوغاريت الشيء عم تقدمه لتطوير الرياضة السورية. أهلا وسهلا فيك. نحن اقتحمنا اجتماع كرة القدم في سوريا أستاذ محمد. على كل حال ما راح نعطلك لكن بنظرة يعني أنت كنت أو حتى الآن رئيس لجنة الحكام في سوريا وأيضا مراقب كعضو اتحاد كرة القدم عن من جديد. ألف مبروك يعني طبعا على الهواء مباشرة. شكرا لك. يعني كيف بتشوف رياضة اللاذقية بها 2015؟ بكل باختصار شديد اول شيء انا بدي اشكر الاستاذ مصطفى. انا بصفتي رئيس لجنه حكام وعضو اتحاد كره قدم ومحافظه اللاذقيه اللي انا بتشرف بالانتماء الى مثل ما اتشرف انتمائي لسوريتي سوريتي الغاليه. لا شك فرع الاتحاد الرياضي باللاذقيه وعلى راس الاستاذ مصطفى عم يقدموا كل التسهيلات فيما يخص نحن كاتحاد كره القدم. عم يقدم الاستاذ مصطفى واللجنه التنفيذيه في اللاذقيه اول شيء عم يقدم كل التسهيلات لاقامه دوري كرة القدم في سوريا. هذا واحد. اثنين يوم بعد يوم بكل صراحة عم نشوف تطور ملحوظ على رياضة اللاذقية وهذا اندل بدل على جهد الكبير اللي عم تقوم فيه اللجان المختصة وعلى رأسها اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي باللاذقية. استاذ محمد يعني سؤال مباشرة يعني للطرفين يعني لحضرتك والاستاذ مصطفى مباشرة. استاذ مصطفى لماذا لم تقام غير مباراة واحدة في ملعب الباسل؟ ليش ما انتم بترفضوا انه يقام في مباراتين لحتى يتم النقل من خلاله؟ نحن مرفضنا هيك جايتنا قبل ما يكون الاتحاد الحالي عشان كمان نحن ما نعتدي بالكلام على الاتحاد. لسه مصر له 24 ساعة عم يتابع عمله طبعا مشكورين. نحن موفق الأجندة اللي اجتنا نحن اشتغلنا فيها لكن بالمقابل بدك تنوه استاذ احمد ما يتحمله استاذ الباسل. عسكرت المنتخبات وتدريبات الفرق لما بيكون بالايام العادية تدريب يومي لفريقين عم بيكون قبل اللعبة وبيكون ما لهم لعب تاني يوم. نحن عم نقدم كافة التسهيليات تسهيلات اللي بتناسب مشان تنجح الدوري لانديتنا اللي عم تجينا الوافد اللي عم تجينا من باقي المحافظات. استاذ محمد سمعت الكلام شو رايك؟ طبعا انا بوافق الاستاذ مصطفى على اللي قاله بس انا بحبنا وهيك اتحاد كره قدم ما عندنا مشكله نلعب المباريات باي ملعب يختاره الفرق. طبعا الاستاذ مصطفى واللجنه التنفيذيه حريصين كل الحرص على سلامه الملاعب ودورنا نحن كمان حريصين على سلامه الملاعب بس الموضوع في رغبه شخصيه يبدو رغبه شخصيه انه نحن ما نضغط كثير على الملاعب لنضل محافظين على 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 على, على ارضيتها للمنتخبات الوطنيه. طبعا طبعا هو بدي يرجع الامور لموضوع الاعلام الرياضي في سوريا يعني دائما هناك جمهور في مقتربات يعني في كل دول انحاء العالم يعني عم يطالبوا انه حتى في يصير في نقل بملعب الباسل لكن موضوع مباراه واحده صعب شوي يعني لازم يكون في مباراتين. هو الاستاذ محمد هو الاستاذ احمد كان مزعلنا ما بعرف ليش لذلك ما نقل ولا مباراه من استاذ الباسل. شو رايك يا استاذ محمد هلا بكلمه اخيره؟ اول شيء انا عن جد من كل قلبي بوجه لك لحضرتك شكر استاذ مصطفى على الشيء عم بيصير باللاذقية وهذا الحكي انا حكيته اليوم باجتماع اتحاد كره قدم. كل التجمعات عم تنجح كل المباريات عم تنجح الاعلام كثير مساهم في نقل صور حقيقيه عن واقع الرياضي في اللاذقية. مشكور استاذ مصطفى مشكور انت استاذ احمد مشكور قناه اوغاريت وشكرا لك. شكرا للكابتن محمد كوسة عضو اتحاد كره القدم في سوريا وايضا رئيس لجنه الحكام في سوريا. شكرا جزيلا لك كابتن محمد. شكرا. هلا كان هو مطالبات الجمهور يعني انه يا ريت انه تنقلوا مباراه ملعب الباسل انه يا جماعه موضوع ملعب الباسل تحديدا يجب ان يكون هناك مباراتين الساعه 11 والساعه 2 لحتى نقدر عربه النقل تروح هناك وتنقل مباراتين لكن يبدو كان هناك اجنده خاصه بهالموضوع استاذ مصطفى انه موضوع النقل يعني او موضوع المباراه يعني النقل نحن ما قلنا لا موضوع المباراه مرتبط فيكم انتم موضوع المباريات مثل ما اجانا الجدول من دمشق نحن نفذنا
ولا من صلاحيتنا نحن كفرقة اتحاد رياضي ننقل مباراة من ملعب لملعب. طيب الجمهور عم يطالب انه مثلا مباريات حطين ملعب غير المرة واحدة هيك على هيك طلع ملعب الباسل هيك طلعت يعني. بالقرعة هيك هيك محددين اتحاد اللعبة ما نحن انه على ارضه ولكن بعيد ما عن ما نحن المدينة. يعني لا هلا نحن ما بدنا نعمل التقسيم لا لمحافظة اللاذقية كلها ارض اندية المحافظة كان جبلة ولا حطين ولا تشرين هذا الكلام مرفوض اللي بده يقول انه هي ارضي وما ارضي لا هذه الارض للكل اما انه ليش بالباسل ما في هذه مثل ما اجانا نحن الجدول من اتحاد طيب. القدم نحن نفذنا انا ما نحن ما معنا صلاحيه استاذ احمد كفرع اتحاد رياضي نقول والله تعالى حطين العاب بالباسل وانت لعبتوا بجبل جيد يعني هذا ولا من اي لعبه لا ابدا نحن بالعكس نحن مرتبطين بقيادتين قياده سياسيه وقياده رياضيه دخول الجمهور بقرار سياسي حضور المباريات بقرار قياده رياضيه صحيح. هذا هو دورنا على كل حال معنا شيء 3 دقائق 4 دقائق بهالثلاث دقائق 4 دقائق استاذ مصطفى يا ريت تلخص ب 2016 على موضوع الاستحقاقات وتفاؤلك بموضوع رياضه اللاذقية المتفائل اكيد انا متفائل لانه اللي بيشوف البعثه الاولمبيه لناشئين محافظه اللاذقية اللي كانت اكبر بعثه على مستوى القطر 330 مشارك بكافه الالعاب شاركنا حتى الالعاب اللي نحن بنعرف ما راح نجيب فيها شاركنا نوع من زرع البذور والمراكز اللي حققناها والتعب اللي صار اكيد هذا بيعطينا تفاؤل لانه نحن بالمستقبل سنكون موجودين ومن لحظه انتهاء الاولمبياد الناشئين عملنا مع اللجان الفنيه على ايجاد الجيل البديل لهذا الجيل الذي انطلق الى الامام نحن عم نعد جيل كمان يكون محله وفي اكثر من لعبه شاركنا بلاعبين ادنى من العمر المطلوب نعم جيب المضرب كان ادنى من العمر المطلوب بكثير من الالعاب بالطاوله كثير من الالعاب يعني حتى بالقدم نحن كان لازم نكون الاول صرنا الثاني يعني كمان ما لنا مشكله يعني المهم انك تكون انت متوج ونحن يعني قدرنا بهذا الجهد المضني والتعاون ما بيننا وبين اللجان الفنية والأندية والأهالي اللي بوجه لهم الشكر اللي تعاونوا معنا لأنه نحن لولا الأهالي تعاونوا معنا وساعدونا وسمحوا لأولادهم أن يسافروا معنا ويروحوا يقعدوا بدمشق باللحظة اللي كانت تقصف دمشق بشكل يومي نعم إلا أنه الأهالي ما في بطولي بحد ذاته ما في واحد توانى أنه عن أنه يرسل ابنه لدمشق وينافس ويحصل على مركز ويعني انا هون تسمح لي انه اتوجه طبعا بالشكر الجزيل للمكتب التنفيذي وعلى راسه السيد اللواء اللي قدروا يتصدوا لهذا الاولمبياد اللي من اضخم اولمبياد العالم يعني صحيح بمشاركه اكثر من 4000 لاعب ولاعبه من كافه المحافظات وجب وقته يعني وكافه المحافظات السوريه شاركت حتى اللي بالحسكه بالدير بالقام كله شارك واجا وشارك في هذا الاولمبياد فهذه كانت قفزه نوعيه بتاريخ الرياضه السوريه وهذه من تباشير الخير اكيد للرياضه السوريه اللي من خلالهم انت اللي رفضوا مباشره في اتحادات لما شكلت منتخباتها اخذت مباشره هذه اللاعبين من اجل وضعهم بمراكز نوعيه لتطوير هذه هؤلاء اللاعبين وتقديمهم للبطولات القادمه. هلا قبل ما نختم استاذ مصطفى خطر البيزني بس سؤال يعني على موضوع القواعد يعني موضوع القواعد يعني كيف راح يتم ايضا ب 2016 يكون في تنشئه لموضوع القواعد سواء كان في نادي حطين او حتى نادي التضامن عم نشوف يعني بالقواعد والناشئين والناشئات يعني عم يقتحموا عالم كره السله بشكل ممتاز يعني. يعني كيف بتشوفوا حتى المدارس الصيفيه؟ كيف نظرتكم اكيد نحن عندنا اجتماع مجلس مركزي واكيد نحن عفوا راح نناقش هذه المساله بالاجتماع المجلس المركزي وبحضور عضو المكتب التنفيذي المختص بموضوع الرياضه المدرسيه ونتناقش لانه نحن كان لنا عده تساؤلات في هذا الصيف على اقامه مدارس صيفيه للعبه السله باكثر من مدرسه وهذا مخالف للتعليمات ومخالف من حيث الواقع ومن حيث المبلغ ومن حيث نحن لما بنقيم مدارس بخلال مؤسستنا مؤسسه الاتحاد الرياضي العام كان بملاعبنا ولا بصالاتنا ليست الغايه منها هي الربح المادي نحن الغايه منها هي تنميه مواهب هذا اللاعب وتقديمه كلاعب ليرفض المنتخبات الوطنيه او الانديه ويشارك في الدوري نحن اخر همنا الموضوع المادي اللي نحن دائما ما بنفكر فيه بنفكر فيه نحن لكن الملاحظ كان في هذا الصيف اقيمت عده مراكز في عده مدارس وهذا كان معلش يعني كان مخالف للواقع هن من حقهم كمدارس حتى في بعض المراكز منهم ضغطت من باسمهم من بعض المنظمات لا. انا وطرحته باجتماع هيئه مكتب الشباب ووعدني الرفيق رئيس المكتب انه يتابع هذا الموضوع ويوقف عنده كثير لهذا الموضوع
وانه ما يتكرر، حتى اذا تكرر يكون باشراف اللجنه الفنيه للعبه. جيد. يعني ما يكون والله جاي عم يدرب لاعب، يكون على القليله له تصنيف على مستوى التدريب يكون مدرب يعني، وللغايه انه والله نحن نجي نشلح الاهالي مصاري يعني. صحيح. اخيرا كيف بتشوف مستوى تشرين وحطين وجبلي في الدوري السوري؟ انت انا مخضرم بادارات عندي جبلي يعني. جبلي ماشي منيح، كمان بتوجه من ادارته تعمل بشكل اداري وتتذكر انه هي اداره نادي وليس الجمهور. مطلوب من اداره جيد. جبلي انا اللي عتب عليهم يعني، انا من خلال محطتكم يعني انا طبعا عاتبتهم وطلبت من رئيس النادي المكلف انه يهدي ويطلب من اعضاء ادارته تهدي، نحن بدوري والدوري طويل، فريقهم كويس جيد، نتائجهم جيده كثير جدا. حطين انا بشوف انه اكيد في الايام القليله القادمه رح يتطور ويتحسن اكثر، بده شويه استقرار، بدنا هدوء من جميع فرقاء النادي، ودائما نتذكر انه نحن مين ما كان يكون عم يشتغل فهو عم يشتغل لاسم حطين، ما عم يشتغل لاسم شخص. وتشرين تشرين نتائجه كمان كويسه مقبوله لحد الان، بنتمنى له الافضل. طبعا شكرا ل استاذ اسامه اللي تكلف بالفتره اللي غاب فيها الاستاذ مصطفى سلمان، وشكرا للاستاذ مصطفى اللي رجع بنفس قوي كمان وزلل مشاكل النادي. انا برجع باكد لك استاذ احمد، مشكلتنا الاساسيه في رياضه اللاذقيه وفي الاخص في الانديه هي مشكله ماديه بحته. اليوم صحيح. اذا منقول عندنا يعني. اذا منقول عندنا 50 مليون بكل خزينه نادي، كم واحد بيجي بيقول انا بدي رئيس نادي؟ انت برايك كثير بيصير ضرب سيوف عليه مثل تبع داعش يعني. لو كان في مصاري كان اكيد، لانه اليوم بحس حاله رئيس النادي بيقول لك انا بدي اجي واتدين وادفع مصاري وتابع، وعند اول مطب ببلش الجمهور اختك وامك واخت اللي جابك واخت اللي حطك، هذا واقع. بيقول لك انا شو الحال يعني، انا بيقول لك انا شو بدي بصراحته بيقول لك انا شو بدي من هالواقع لحتى اجي انشتم وانسب وعما ادفع بالاخير يعني. صحيح، هذا واقع مرير، هذا عم تعانيه انديه اللاذقيه يعني. للاسف انتهى وقت الندوه الرياضيه. استاذ مصطفى انا بتشكرك جزيل الشكر، الاستاذ مصطفى محمد رئيس فرقه الاتحاد الرياضي بالنادي، شكرا جزيلا لك. انا بدي اتشكرك لك وشكر المركز الاذاعي بالكامل، لانه هون متعدد البركه ما شاء الله، تلفزيون وغريت واف ام الحمد لله. فبدي بتشكر المركز الاذاعي بالنهايه اللي هو مركز وطني بامتياز ومركز اعلامي كتير كتير مميز ومواكب لكافه اللي، وانا كنت بتمنى نحكي عن الانشطه الموازيه من خلال الجمعيات الاهليه والتجمعات الشبابيه والمنظمات الشعبيه والمجالس المدن، لكن ما صرنا يعني نحن عم نشتغل باكثر من واقع رياضه يعني، عم دائما عم اللي بيمد لنا ايده بده بيطلب المساعده نحن فورا عم نلاقي. طيب شو رايك نرجع المساء نكمل؟ انا جاي. على كل حال مشاهدي الكرام نشكر لكم حسن المتابعه بالندوه الرياضيه اللي سلطت الضوء على رياضه اللاذقيه ب 2015. انا بتشكر كل زملائي اللي عاملين في الندوه الرياضيه، شكرا لمتابعتكم والى اللقاء.